ويلكم من الله، يا ويلكم من الله، والله ببشركم بعذاب أليم بإذن الله إن لم تتوبا وتستحوا على حالك وترجعوا لرب العالمين. اتق الله لا تدخل حالك في المهالك، والله كلمة واحدة بترفع إلى السماء تكتب بفكرها هيني وهي عند الله عظيمة، فتكتب فتضع في نار جهنم خالد مخلد فيها، وكل من ترتفع إلى السماء بظنها هيني وهي عند الله عظيمة وبدخلها فيها الجنة. دور على الأشياء اللي فيها فائدة للناس، جاي بتطمع الناس في الدنيا وفي المال وفي الزينة وفي وبتتفلسف في أمور أنت ما بتعلمها وتضحك على الناس، يا مضل يا ضال يا ملحد. خليني أجي على الشكر والحمد. بدي أبيقوا أحباب الله شو معنى الشكر وشو معنى الحمد. الحمد أحباب الله هو خاص بالله ذاته، الشكر نعمة الله أنعمها على الفرد فبشكر الله عليها وبشكر من أعطاها، يعني كان سبب في هذه النعمة. يعني مثلا أسعى بشكر الدلائل أحباب الله سورة البقرة 152 قالت على بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أسحونا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فاذكروني أذكركم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أحسن من الملأ. أسعى ذكر الله في النفس أحسن من ذكر في الملأ. ليش؟ لأنه زي ما أنت تقول لك ابن وغايب عنه وذكرته في نفسك وحنيت له، يمكن تدعي له دعوة طيبة كذا، بس لما يكون قاعد بين الناس تقول والله أنا ابني بحبه وكذا وكذا، مهما حكيت بلسانك بتعرف مش رايح توصف شعورك الداخلي. عشان هيك لما تذكر الله في نفسك أفضل بكثير من أن تذكره مع الناس. عشان هيك بقول لك سبع يظلون الله يوم ظل لا يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعا الله وحده فدمعت عيناه. ما قال رجل كان قاعد بيحكي عن الله فدمعت عيناه، زي ما بتشوف المساجد في ناس بيصلوا وبصيروا يبكوا. لا، لو هذا المقصود كان قال ورجل ذكر الله في ملأ ودمعت عيناه. فهمت علي يا أحباب الله؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. هسا عكس الشكر الكفر، الكفر مش بالله، الكفر بالنعمة. فهمت علي؟ في شكر بالنعمة وفي كفر بالنعمة. عشان هيك يا أحباب الله كيف الشكر بيجي؟ سورة البقرة 172 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه وتعبدوه. يعني الواحد الأكل والشرب والرزق اللي أعطاك إياه رب العالمين، هائلة المؤمنين. في ناس مثلا بكون الله أعطيهم أكثر من غيرهم بس بيشكروا الله على النعمة، في ناس بتلاقيهم عطاءه قليل الله بعطيه بس بضلوا يشكروا النعمة عشان الله بيزيدوا وإن شكرتم لأزيدنكم. فأنت بتشكر الله على نعمة أخذتها من رب العالمين. هسا سورة النحل 114 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يعني مطلوب أن نأكل مما رزقنا الله بس بالحلال، نبتعد عن الحرام ونكون طيب ونشكر نعمة الله، نشكر الله على نعمه. يعني الواحد لما يكون مثلا جوعان ويأكل يقول اللهم لك الحمد والشكر. فهمت علي؟ أستعب ليجي أحباب الله على الشكر. سورة النمل 19 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني هذا سيدنا سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا من قوله إيش النملة، فدعا الله لأنه هاي نعمة ما أخذها غيره، فهو ما أخذها مفصلة إله عشان قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هاي نعمة إني بتحدث بس مع النمل بتفاهم معاهم والطيور والشغلات هاي، أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هاي نعمة خاصة في سيدنا سليمان وعلى والدي، لأنه الله أنعم على سيدنا داود بأمور ما أعطاها للناس كلها، فضل الله سبحانه وتعالى على بعض الناس. هسا عبين جوان سورة النمل 40 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني هسا لما شاف عرش بلقيس أمامه طرفة عين من رجل اللي كان عنده علم من الكتاب، شاف العرش أمامه بطرفة عين فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي،
إنه الله أعطانا النعمة هاي وسخرني الأمور هاي المعجزات اللي ما حدا بيقدر يأخذها إلا بإذن رب العالمين. عشان هيك قال هذا فضل ربي ليبلوني أشكر. ما في عنده في الشكر أو بيفكر إيش الكفر. شو الكفر؟ إنه بشوف حاله على العالم بقول والله أنا خير من الناس. قلت عليه باب الله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر إيش وإن شكرتم ليزيدنكم. عشان هيك رب العالمين زاد سيدنا سليمان. ومن كفر فإن ربي غني شكور كريم. سورة لقمان 12 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني الحكم من الحكمة أن تشكر لله، واللي بشكر لله فهو بشكر نفسه لأنه إيش الله راح يزيده، واللي بكفر الله راح إيش غني عنه بس إيش راح ينتقم منه. وقليل من عباد الشكور. هسا شوف أنواع الشكر للناس. سورة لقمان 14 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذا أحباب بالله الشكر هنا شكر لله وشكر للبشر. ومن اللي يستحق الشكر؟ الوالدين، لأنه ربوك وتعبوا عليك وأمك حملتك وهنا على وهن. فهمت علي أحباب الله؟ هون الشكر ببين. لما واحد يعمل معك معروف شو بتقول له؟ أشكرك أو شكرك. إذا أنت شكرت الناس، بس اللي بينسى المعروف بقول ابن حرام. فهمت علي أحباب الله؟ بعرفش رب العالمين. عشان هيك الشكر مقرون أن تشكر الله وأن تشكر الناس. أما الحمد بيختلف. عشان هيك سورة 7:15 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هاي نعمة أنعمها لسبأ في مسكنهم جنتين عن يمين وعن شمال وكلوا من رزق ربكم. يعني اشكروا الله على هالنعم. بلدة طيبة ورب غفور. بس هم ما شكروا عشان يخلى انتقم منهم. نيجي أحباب بالله هسا على الحمد. سورة الأنعام 1 إمتى شو معنى الحمد؟ هسا أورجيكم إياها. انتوا شوفوا من الآيات راح تفهموا شو معنى الحمد. سورة الأنعام 1 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني إحنا بنحمد الله عشان خلق السماوات والأرض، لأنه لولا خلق السماوات والأرض إحنا مش موجودين. فإحنا بنقول الحمد لله اللي إيش خلق السماوات والأرض، وبنحمد الله اللي جعل الظلمات والنور. هسا لولا الظلمات والنور انتوا عارفوا عملية الكلوروفايد اللي بسوها للكيماوية للنباتات وكل اشي، اذا ما في نور وما في ظلمات ما بطلع لثاني اكسيد الكربون والاكسجين. فاذا بتضل الشمس دائمة النبات راح يتدمر وشغلات كثير راح تتدمر. وبتعرفوا احنا اسادنا بحاجة للنوم، والنوم بالليل افضل من النوم بالنهار. بتعرف يعني بنحمد الله على الظلمات لانه جعل الظلمات وجعل النور. قلت عليه أحباب الله هاي خاصة الحمد في الله ذاته، هو اللي خلق السماوات والأرض، هو اللي جعل الظلمات والنور، مش أي واحد مخلوق غيره. إذا الحمد بخص رب العالمين فقط. بنيجي إيش سورة الأنعام 45 وين بيجي الحمد؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إحنا بنحمد الله رب العالمين لما الله ينتقم من الظالمين زي إسرائيل وأمريكا وبشار الأسد والسيسي وإيران الصفوية وحزب الله الشيطاني هذا. فهمتوا عليه أحباب الله؟ وروسيا هاي قاعدة بتقتل فيها المسلمين، كل واحد بيعتدي على المسلمين الله ينتقم منه ويأخذهم الله. فقطع دابرهم يا أرحم الراحمين، اقطع دابرهم لأنهم ظلموا هذولا. وبعديها بنقول الحمد لله رب العالمين، وهذا اللي راح يحصل أحباب الله. كمان بنحمد رب العالمين. سورة إبراهيم 39 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هستعمل واحد بشكر الله لما يجي ولد وهو شاب بروح بصلي بزيده شدة شكر. قلت عليه أحباب بالله هاي بتكون من الشكر. بس لما يكون الإنسان كبير وما بيجي ولاد وبدعي ربه يا رب ارزق لي ذرية طيبة والله رزقه على كبر، بتكون هاي نعمة خاصة فيه.
نعمة الله سبحانه وتعالى سمع دعائه واستجاب له. فبرجع وبقول ما بقول الشكر الشكر أو بقول الشكر لك يا الله، لا بقول الحمد لله على الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. هسه سورة الإسراء بتورجيكم كيف نحمد الله وليش لازم نحمد رب العالمين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ليش نحمد هون الله ما بيقول الشكر لله؟ لأنه لم يتخذ ولدا. هسه لو رب العالمين عنده ولد، الولد بده يكون رب، صح ولا لا؟ ربي هذا بده إشي وهذا بده إشي، وإذا الأمرين بيختلفوا الرد على هذا دمرنا الرب الثاني، وإذا ردينا على الرب الأول الأب راح يدمرنا الإبن. فهمت علي؟ نحمد الله إنه ما في إلا رب واحد بس. ونفس الشغلة لم يكن له شريك في الملك، تصوروا له شريك في الملك اثنين أو ثلاثة، كل واحد بده شغلة، هات ارضي هذا أو ارضي هذا. ولم يكن له ولي من الذل، حاشا لله يكون له ولي من الذل. بقول لك ليش؟ اللي في دعاء القنوط أحباب بالله، لا مذل لمن وليت ولا معز لمن عاديت. قلت عليه أحباب بالله، وكبره تكبيرا، لازم نكبر الله على كل شيء ونقول الله أكبر كبيرا. قلت عليه أحباب بالله. سورة الكهف واحد، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أحباب بالله، لولا الكتاب نزل على عبده إحنا ضالين وعايشين زي البهايم، بنأكل وبنشرب وبنطب على بعض زي الحيوانات في الغابات. فهمت علي أحباب بالله؟ فبنحمد الله سبحانه وتعالى اللي علمنا كيف الحلال وشو الحرام وكيف المعاملات والأخلاق، كله بفضل الكتاب اللي نزل على عبده. فلازم نحمد الله على نعمة الكتاب وعلى نعمة الرسل اللي بعتنا إياها رب العالمين. سورة المؤمنون 28، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يعني القوم الظالم ما الله أهلك قوم نوح، الله أمره أن يحمد الله. ليش؟ لأنه نجاه من القوم الظالمين. عشان أحباب الله سورة القصص 70، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الله لا إله إلا هو، شوفوا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هسه أنا أقول لك هذا الحمد نظام، عندك نظام علماني، نظام ماسوني صهيوني ديمقراطي اشتراكي اللي بدك تسميه، بس مش نظام رباني. الحمد لله بس، انتهى الموضوع. تيجي تتفلسف وتصير طلع لك أسماء ومشتقات وتفكر حالك فلسفي، هذا زي إيش اللي قاعد بكبر من الكلمة بيعمل الحبة قبي، بده يعمل حاله إن الله يكره المتفلسفين، إن الله يكره إيش المتشدقين. ويا ريت أنت من الرجال، والله لما أنا شايفك رجل، لا والله شايفك ولد صغير تافه أو بنت تلبس فستان أحسن لك. آسف يا أحباب الله، سامحوني، رمضان الدنيا وغضبان على اللي بيحكيها الزلمة هذا. سورة العنكبوت 73، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقول الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. أنت عارف يا مؤمن إنه لولا فضل الله اللي هو الوحيد اللي بنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. أنت هاي بتذكرك كيف راح الله يحيينا بعد موتها؟ تسألهم بقول لك ليقولون الله، وبيستكثروا إنه الله راح يحيينا بعد الموت. عشان يقول قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. عشان يا أحباب الله سورة 7:1، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. لما تقول تعرفوا شو معنى الحمد لله يا ناس؟ الحمد لله مش زي ما بقول قال بقول لك إيش الذم وهذا كيف بقول لك واحد مدح وعكسه ايش الدم او الهجاء. لا أحباب الله، الله مش بحاجه لحد يمدحه، بس احنا لما نقول الحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله انه خلانا نرجع نقول الحمد لله.
ليش لما يعطس الواحد يقول الحمد لله رب العالمين؟ لأنه ممكن يموت في العطسة، تطلع روحه معها، تطلع خلاص يموت. فبحمد رب العالمين، بنحمد الله على النعم الكبرى. الله ذكرنا في القرآن الكريم وحددنا عشان يا أخي لما تصلي أنت وأنت راكع وبتقوم من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، يعني الله سبحانه وتعالى بس بسمع اللي بيحمده، اللي ما بيحمده الله بسمع لهوش. عشان يا أخي الله بسمع لسيدنا إبراهيم وللصالحين عليه الصلاة والسلام. عشان يا أخي الحمد لله الذي له ما في السماء، كل ما في السماوات وما في الأرض إلى رب العالمين، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم وإيش الخبير. عشانه في الآخرة خلاص انتهى الابتلاء، إما الجنة بإذن الله وبنحمده عليها، أما أهل النار رايحين يأكلوا هوا. وهذا الواحد أنا بتمنى الولد هذا لازم يتقي الله أحسن ما يروح على النار، وصير إيش يقول يعض إيده ويقول يا ليتني لم أتخذ فلان الخليلة، يا ولدي ليتني لقد أنساني على الذكر. سبحان الله. يقول إيش، ويوم يعود الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلان الخليلة، لقد أضلني عن الذكر بعد أن جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. لا تخلي الشيطان يخذلك يا ولد، فهمت علي؟ سورة الزمر 75 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. تحمد رب العالمين لما تشوف الملائكة حافين من حول العرش، وكل المنظر العظيم اللي بزلزل أبصار الكافرين وبفرح قلوب المؤمنين، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق، إلا أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار. بعدها بقول الحمد لله رب العالمين. عشان يا أحباب الله سورة غافة 65 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. تعالوا على الفاتحة، الفاتحة هي أفضل وأعظم الدعاء، لأنه لما تقول لك أي دعاء ما بلش بالحمد، يعني تدعو الله بالأسماء الحسنى ثم تحمد الله رب العالمين في بدايته وفي نهاية الدعاء لن يستجاب لك رب العالمين. عشان يا أخي أصول وأدب الدعاء، وإن شاء الله راح ننزل شريط من القرآن ذاته شو أفضل الدعاء وكيف تدعو الله وسيرة الدعاء. فلا تردوا على هذول أحباب الله، أنا بنصح كل واحد مؤمن، كل إنسان عنده عقل، إنسان بحب معرفة الحق والباطل، لا تسمعوا هذول الناس اللي بيطلعوا من ما حدا بيعرف راسه من جنب. أنا طلعت يا أحباب الله، أنا ما حدا علمني، تعلمت من القرآن الكريم ومن الدراسة اللي درستها 25 سنة، بس قعدت حوالي 22 سنة وأنا بدرس القرآن، بعدين طلعت ونزلت أشرطة. ما عد نصائح أحبابي في الله وأخواني اللي حكوا لي حرام، هل فيهم اللي عندك والعلم هذا ما تنزل للناس. والله أنا ما كنت بدي أنزل إشي أحباب الله، كنت لسه بدرس ولحد الآن بدرس وما بحكي عن حالي علم، بتعلم قاعدة. بيجي لك واحد وشوف اللي بقولكوا احكوا مع عماد، بيجي واحد بقول لك الإمام المهدي، وهذا بقول لك الشيخ الفاضل والأمير الكل. أنا